شئنا ما بين سيبقى في حياتنا أشخاص لا تنطبق عليهم قوانيننا مع بقية الأشخاص، أشخاص يغضبون فنرضيهم حتى لو لم نكن سبب غضبهم، يغيبون فننتظرهم، يعودون بلا عذر فنعذرهم، يخطئون فنسامحهم مرة واثنتين وثلاث، وسيبقون كذلك إلى الأبد، لأنهم بكل بساطة جزء منا ومن حياتنا، هم أهلنا الذين مهما جاروا علينا رح نتحمل.